عبيده وين عبيده؟ ما بعرف الله كان هون. بس عندكم جاهزين؟ وقديش صار عكفوا؟ على شو جاهزين؟ انا بدي افهم انت جبتها لهون ايش حطيت؟ خليكم جاي لعندكم. استنوا لعبه جديده واسلحه جديده لانت ظاهر مش يرجع يكسر راسه. انا موافق وجاهز مباشره. اسمعوني لك هالمره، هالمره غير كل مره، هالمره راح نكون احنا الثلاثه بس، وهالمره راح يكون كل واحد في له نقاط حتى يربح. لازم يحقق هدول النقاط والا بخسر مباشره مثل موجي تماما. في هذا المكان رجعت وزعت لكم الاسلحه تماما، المفروض انتم عليكم تروحوا تدوروا عليهم مباشره. مجرد ما تلاقوا الاسلحه راح نكون بلشنا اللعبه مباشره. تمام، بس شو الجديد بالموضوع؟ الجديد انه راح تكون الاسلحه جديده والمكان جديد والقواعد جديده، يعني كل واحد فينا مسموح ينضرب 5 مرات بس، بس انضرب المره السادسه راح يخسر ويطلع برا اللعبه مباشره. حلو؟ عجبتني القواعد الجديده، بس في سؤال، الاسلحه اللي راح ندور عليهم راح نلعب فيهم بس؟ اكيد لا، لما بيخلصوا الطاقات اللي معك وبكون لسه انت ما انضربت 5 ضربات، في هون سلاح مخفي اسمه السلاح المنقذ، هذا معيون بمكان راح تروح تدور عليه مباشرة، وبس لقيته هذا السلاح ممكن يخليك تفوز وتكسب اللعبة. يعني إذا لقيته أنا لهذا السلاح اللي عم تقول عليه وضربت عليك من أول طلقة بتموت مباشرة. طبعا هذا السلاح طلعة وحدة بتخليك تفوز. أيوه مثل لعبة بوبجي يعني. يلا كده بلش أدور بسرعة. يلا قولي لحظة وين بدي ادور عليه انا؟ اوه انا جاهز. وين حطينه انا؟ يس لقيته. استنوني خلوني احط الرصاص بقلبه. يا ربي بسرعة ستوب. ايش في؟ ايش صار معك؟ ما عم بعرف احط رصاص بقلبه، شلون بينحط هيد؟ ولك لحين تطرقك، ما خرج تنفع بشي ايدين، شلون بينحط هيد؟ ولك شغله لمخك، السلاح اللي معك بنحط من فوق، من فوق حطه. خلاص مش الحال، انا عرفت. عند العدد 3 رح تبلش اللعبة، 1 2 3، بلشت. بس عندك. انا بعرف لهذا الصوت، بعرف لهذا الصوت من اوله. رح تخسر من البدايه شكلك. طيب شوف لك، ايش رايك اعطيك كل الرصاص اللي معي وخليني العب جوله ثانيه؟ انا
ما انا هيك هيك رح اخذه منك بس اضربك. رح جيبك. وين بدك تروح مني؟ وانت سلم حالك. ليش ما ضرب هيد؟ لعندك بالك بخطشي عندك قولي مبالك رح تهربي مني؟ جايكي. اك يعني اخذتني هاد طول وقتته هي. جيت على اجريك. كشفني الحقير. هرب رجع. وبعدين معكم صاركوا ساعة بتقتل وما حدا مات. ما حدا بدي ينزل مرات اللعبة. انا لسه في عندي 3 مرات. انا مدربت 4 مرات. لسه في عندي مرة. انا لسه في 3 مرات. بس عندك. مين الحقير؟ ضايلك مرتين بس. عبادة ما بقول عنها إذا ما بضرب شاك. طول بالك. أم عبادة وقفي. شبك؟ ليش بدك؟ أنت بقولك مرتين وبقولي مرة واحدة. تعني هجوم عليه سوا. موافقة. نقطه بعدين نتقتل مع بعض. تمام. يلا يلا بسرعة. انتظر مني الأوامر لك. عند العدة 3 بجهز حالك. 3. اي لابا هيك كتير نقدر تكون علي. بقي معي بالمخزن بس. انسحبوا راح تخسروا. انسحبوا. فشرت يا حقير. عبادة انا برايي اروح من الطرف الثاني. لا تحرك خليك برضك. بقي فيه 3 طلقات بس. 3 طلقات بقي معي. انتبه يا عبادة. يا الله بقي معي 2 طلقات بس.
صغير لسه في عندي مرة. كان عندك مرة الله خالصة. غبية غبية طلعتي برات اللعبة ليش ما تخبيتيش؟ ما بقي معي ولا طلقة، لازم ادور على هذاك السلاح فورا والاقيه قبل ما حدا يلاقي ابي. بس هذا هو اللي راح اكسب فيه هلا. جيت كون بابا ضاع. انا وانت بنعرف نضوي معك طلقتين بس، فاطلع اريح لك. قصدك طلقة لسه فيه؟ والله انا روحك فيها. لحظة، انت رأيته؟ طبعا، حتى ولو ضربتني ما راح استفيد شيء، لانه انا سافي عندي 3 مرات. فاطلع وسلم حالك حتى نلعب معك جيم تاني بسرعة. فشلت. عندك حطه من ايديك مباشره. ليش ما عندكم؟ لانه غبي. يس كسبت التحدي. ما بكون انا اذا ما بخسرك التحدي اللي بعده يا عباده. لو وقتها بنشوف، وانتو انتظروا التحدي اللي بعده.